الخميس الموافق للتاسع من شهر أبريل لعام 2020، أهلا بكم مشاهدين الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين من عناوين وأخبار، والذي كان لموضوع فيروس كورونا المساحة الأكبر. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي بيّنت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: رئيس الوزراء يأمر بمضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي، الشيخ خالد بن عبد الله تسهيل إجراءات الترخيص للبعة الجائلين، الجولر تأمين عودة 250 مواطنا من مصر. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: سريان إلزامية ارتداء الأقنعة ابتداء من مساء اليوم، التجارة توجه للالتزام بالتعليمات في الأسواق. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت ندوة أممية عبر تقنية الاتصال المرئي عن يوم الضمير العالمي، خدمة تسجيل إلكترونية لأصحاب العمل لصرف رواتب العاملين لمدة 3 أشهر، 850 أسرة بحرينية استفادت من حملة متكاتفين. ومع صحيفة الوطن والتي استهلت 3 مليارات دينار حجم صناديق التقاعد في عام 2019، بدء تطبيق تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، استثمار 4 مرافق الصيد. أهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة البلاد أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، استلم تقريرا يتضمن اتفاق لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة ووزارة شؤون الشباب والرياضة مع بنك البحرين للتنمية بتأجيل الأقساط على قروض الأندية الوطنية لمدة 6 أشهر. تناولت صحيفة الوطن أن الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية أجرى لقاء عبر الاتصال الإلكتروني المرئي مع عدد من أصحاب المعالي والسعادة سفراء مملكة البحرين في عدد من الدول العربية والأجنبية. تم بحث الجهود التي تقوم بها البعثات والقنصليات الدبلوماسية البحرينية لمتابعة شؤون المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج. بيّنت صحيفة الأيام أنه خلال زيارته لمركز الدفاع المدني في مدينة حمد، أشاد علي العصفور محافظ المحافظة الشمالية ببرامج تدريب المتطوعين في وزارة الداخلية، شاكرا المتطوعين على تلبية نداء الواجب الوطني من خلال منصة التطوع. من صحيفة الوطن نطالع أن أحمد الغتم رئيس النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة صرح بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في مخالفة 3 من المحال التجارية لقرار الغلق الاحترازي ومخالفة الاشتراطات مع انتشار فيروس كورونا. تنفيذاً لتوجيهات وقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، لفتت صحيفة البلاد أنه سيتم من اليوم في 9 من شهر أبريل الجاري بتطبيق إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن في تمام الساعة 7 مساءً. بقلم الدكتورة لولوى بودلاما نقرأ مقالا في صحيفة الوطن بعنوان: سلمان بن حمد والروح الوطنية، فإلى سطور هذا المقال. سننتصر على التحديات بالروح الوطنية الجامعة. بهذه الكلمات عبر صاحب السمو الملكي ولي العهد على رهانه على أن الروح الوطنية هي المبدأ الأساسي لمعالجة أي تحد كان. جهود متميزة يقوم بها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إدارته الحكيمة ومتابعته الحثيثة لملف أزمة فيروس كورونا العالمي بتوجيهات مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مليكنا المعظم، خطط استباقية تم رصدها كخطط احترازية قبل وصول الفيروس إلى مملكتنا الغالية، وتعامل فوري مبني على خطط واضحة عندما وصل الفيروس إلينا، وبدائل علمية تم وضعها من أجل التعامل مع مختلف السيناريوهات التي من المتوقع حدوثها. كل هذه الأمور تجعل المواطن والمقيم يشعران باطمئنان كبير بأن فلسفة سلمان بن حمد لم تتعامل مع هذه الأزمة بأسلوب ردة الفعل، بل استخدمت الطرق الإدارية الحديثة في التعامل مع الأزمات. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن هشام الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أكد على أن السفارة ستقوم بتأمين عودة نحو 250 مواطنا إلى مملكة البحرين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في مملكة البحرين. نشرت صحيفة الأيام أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أهابت جميع الأسواق والمنشآت والمجمعات التجارية بمملكة البحرين بضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في تنفيذها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. كما ولفتت صحيفة الأيام أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أعلنت عن طرح أكثر من 1,000,000 كمام وجه طبية في الأسواق والصيدليات بدءا من يوم أمس الأربعاء، وذلك للإسهام في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا بإلزام المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة. نقرأ من صحيفة الأيام أن رئيس النيابة عدنان الوداعي قال إن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت الحكم في القضية الخاصة بامتناع طبيب عن تنفيذ إجراء العزل في المنزل المفروض عليه لغرض منع انتشار فيروس كورونا وتعريض الآخرين للعدوى، إذ قضت بإدانة المتهم وفرض عقوبة بالحبس لمدة شهر مع النفاذ وتخريمه 2,000 دينار وإبعاده عن البلاد نهائيا. هذا ونشر الصحيفة الوطن مقالا للكاتب فيصل الشيخ بعنوان الناس وكورونا ووباء المعلومات المضللة. إلى المقال. في زمن كورونا الحالي وفي ظل الدعوات للجلوس في المنازل وتغيير الروتين اليومي للناس وتقليص الأنشطة التي كانت تمارس سابقا في الخارج، أصبح الصديق الصدوق للإنسان اليوم هو هاتفه الذكي، عموما هذه الهواتف وما تصل لتطبيقاتها من معلومات، بالأخص تطبيق الواتساب. يمكن ملاحظة أنها زادت من تدفقها بشكل مضاعف عن السابق، بل بات الانفجار الإخباري والمعلوماتي يصل لحدود جنونية. المشكلة الأكبر أن ما يحصل اليوم يكشف لك مسألة خطرة جدا تتمثل بتشبع المعلومات المنقولة والمنتشرة للناس بمضامين بعضها غير حقيقي وآخر غير دقيق وغيرها من معلومات مغلوطة، وصولا إلى المعلومات التي تثير الهلع والذعر لدى الناس. نقل المعلومات وتبادل الأخبار بين الناس مسألة ليست خاطئة وليست جريمة في زمن يحتاج فيه الناس لمعرفة آخر المستجدات، لكن جائحة كورونا جاءت معها جائحة أخرى أجبرت منظمة الصحة العالمية نفسها بأن
تطلق عليها وصف وباء المعلومات المضللة، إذ عبر تطبيقات الهواتف وبرامج المحادثات وعلى رأسها البرنامج العالمي الأول الواتساب، انتشرت مئات الآلاف من الإشاعات والأخبار الكاذبة، ومنها ما هو متعمد وسبب قلقا وفوضى مجتمعية في بعض الدول. بيّنت صحيفة الأيام أن شركة مايكروسوفت أشادت بتجربة مملكة البحرين بإنشاء الفصول الدراسية المركزية التي شهدت أكثر من 150 ألف مشاركة طلابية حتى الآن، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا. صحيفة الأيام نشرت تأكيد رجال الأعمال بأن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا بقيادة سمو ولي العهد كان لها أثر كبير في حفظ التوازن الصحي والاقتصادي. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أعلن عن إطلاق خدمة على الموقع الإلكتروني لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للسماح لأصحاب العمل بالتسجيل اعتباراً من يوم أمس الأربعاء للاستفادة من تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص. بيّن الصحيفة أخبار الخليج أن استطلاع رأي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أكد أن أكثر من 95% أكدوا أن التوجيهات الملكية السامية كان لها أعظم الأثر في بث الأمان والهدوء في أوساط المجتمع البحريني. تحقق قبل أن تصدق، نعم بهذا العنوان كتب الكاتب السيد زهرة مقاله الذي نشر في صحيفة أخبار الخليج، متحدثا فيه عن انتشار ظاهرة الشائعات والأخبار المغلوطة والتي تمثل خطرا كبيرا على الناس. إن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس تحدث عن العلاقة بين انتشار الوباء وحالة الذعر المصاحبة له التي يمكن أن تغذيها الشائعات والأخبار الكاذبة، وقال لدينا مخاوف إزاء مستويات الشائعات والمعلومات المضللة التي تعرقل استجابتنا. إننا لا نحارب الوباء فحسب، إنما نحارب انتشار الأخبار المغلوطة التي تنتشر بشكل أكثر سرعة وسهولة من الفيروس نفسه، وهذا أمر خطير. بالنسبة إلينا في البحرين، لا تكف اللجنة الوطنية للمكافحة عن التحذير من خطورة هذه الظاهرة، وسبقا كتبنا أكثر من مرة عن خطورتها. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نهرة أصدرت تعميماً يقضي بتمديد فترة التوقف المؤقت عن تقديم بعض الخدمات والإجراءات الطبية غير الضرورية في الأسنان والجلدية وجراحات التجميل وبعض خدمات الطب البديل بجميع المؤسسات الصحية الخاصة لغاية 23 من شهر أبريل الجاري. ضمن حملات البقاء في المنزل، نشرت صحيفة أخبار الخليج أن مجموعة من الأطباء في مملكة البحرين أطلقوا مبادرة أطباء الواجب، والتي ضمت ما يقارب 30 إلى 35 طبيباً من أكثر من 16 تخصصاً طبياً، وذلك لتقديم خدمات استشارية للمرضى. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن المجلس الأعلى للمرأة يواصل تنفيذ الجانب الميداني لحملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين من خلال تسليم المساهمات العينية، والتي شملت حتى الآن أكثر من 850 أسرة بحرينية. أشارت صحيفة الوطن أن وزارة الصحة أعلنت عن تعافي 12 حالة من فيروس كورونا و12 إصابة جديدة.
نشرت صحيفة الأيام مقالا للكاتب صلاح الجودر حمل عنوان اقعد بالبيت جائحة كورونا والوقاية الذاتية، فإلى سطور هذا المقال. كورونا المستجد هو الاختبار الأكبر الذي يشهده العالم اليوم، فهذا الفيروس لا يستهدف فئة دون أخرى أو مجتمعا دون غيره، ويكذب من يقول أنه عقوبة للكفار دون المسلمين، أو أن هناك مسجدا أو كنيسة أو دارا للعبادة محصنة من ذلك الداء، لكنه داء يستهدف الجنس البشري بأسره. لذلك كان من الأهمية تعزيز قيم التعاون والتعاضد والعمل المشترك، ولكن بمفهوم التباعد. فمع أن ديننا الحنيف يأمرنا بالتعاون والاعتصام، لأنه في مثل هذه الحالة يؤكد على أن التعاون يكون من خلال التباعد والانزواء، ولجعل البحرين في مقدمة الدول التي اتخذت الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة وباء العصر كورونا، وليس من نصيحة سوى اقعد بالبيت ربي يحفظك. هذا وذكرت صحيفة الوطن أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دعت أصحاب محلات الخياطة المؤهلين لإنتاج الكمامات القطنية بضرورة التقيد بالمواصفات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والخاصة بإعداد هذا النوع من الكمامات. نقرأ من صحيفة البلاد أن وزارة الإسكان أكدت أنها بدأت في تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع تنفيذ المشاريع الإسكانية من خلال التأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة والفحص الحراري للعاملين ومرتادي المواقع الإسكانية. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. وبهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.